السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل فرخة بدون سلق وبدون شوي ومع الخضار بتاعها. خليكم معانا وشوفوا الطريقة. عندي خضار بطاطس مكعبات وبسلة وجزر وطماطم عندي فرخة غسلها كويس وبصل وفلفل وطماطم عندي البهارات فلفل أسمر ملح كزبرة بابريكا بهارات فراخ دي تتبيله الفرخه حطيت فلفل والبصل في الخلاط وحطيت طماطم وحطيت البهارات كلها حطيت معلقه كاتشب في الخلاط على البهارات وحطيت زيت معلقتين زيت كبار وحطيت ليمون وحطيت خل حطيت على الخضار ثوم وحطيت ورق لورا ضربت الخلطة في الخلاط كده زي ما انتوا شايفين حطيت نص ساعة الخضار وقلبت وحطيت ما بين الجلد الفرخة كده الخلطة حشيت الفرخة كده حشيت الفرخة ما بين الجلد كده زي ما انتوا شايفينها بالخلطة زي ما انتوا شايفين كده من بره ومن جوه حشيت الفرخة كده وقلبتها على الناحية التانية وحطيت الخلطة وجبت فتلة ربطت الرجول بتاعتها كده زي ما انتوا شايفين وجبت بصلاية نضفتها وحطيت البصلاية كده عشان تحفظ الحرارة جواها جبت كيس حراري كيس الحرارية دي متوفرة عند اي سوبر ماركت حطيت الخضار وبعدين خليت الخلطة دي ساعة في الفرخة وحطيتها برضو في الكيس الحراري زي ما انتوا شايفين وده القفل بتاع الكيس الحراري بيجي معاها قفلته كويس زي ما انتوا شايفين ده الخضار اوريكم الخضار محطوط والفرخه حطيته حطيت في الصينيه اللي انا حطاها فيها ميه حطيت فيها الفرخه حطيت فيه ميه كده وخل من تحت وخرمت كيس الحراري كده وحطيته في الفرن خد مني وقت ساعة كده وطلعت بالشكل ده هفتح كيس الحراري كده اهو طلعت بالشكل ده جميلة جدا عملت رز حبة وحبة معاها كده رز مفلفل بوريك اللي هو مفلفل مش معجن اهو جميل جدا بوريك الفرخة بوريك الخضار اللي هو مستوي اهو والفرخة اهو سايبة من العظم يا جماعة دايبة جدا اهو اللحم بتاعها مستوي جدا وريحتها جميله يا جماعه والخضار جميله جدا يا ريت تجربوها بالطريقه دي بألف هنا وشفا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.